المغرب بلادي ومصدر الإلهام ديالي. الجبال ديالو الزوينة العالية، الصحراء ديالو الكبيرة، البحورة الزرقاء، البلاد كترحب كل شيء، كتعطي للناس فرصة يكبروا ويعبروا على ريوشهم بالأفكار في الرؤى والحرف. Hello guys, I am Eric. You might recognize me from the previous episode in Denmark about the marbling technique. In this video, I'm not only returning to the Mazda Discover series, but also to Morocco. The last time I was walking on these streets was 18 years ago. The strongest memory I have left from my 7-year-old me is how fascinated I was by the local craftsmen, as one of them created a necklace from scratch for me in just a few minutes with such precision and fineness. Now I could quickly feel that same energy and will amongst the Moroccan people to exercise, preserve and evolve these traditions in craft. The embodiment of this is Jamal, whom I'm fortunate enough to meet and learn from. غريبي عادي خلقت في البادية مدينة الزرقاء يعني شفشاون يعني في الخدمة ديالي يعني الزلي مغربي أصيل أي صنعة تقليدية صرت تعلمها من الصغر مر ديالي ملي بديت الخدمة أولا وإلا بغيتي تتعلم لو التقنية كيخصك تكون كتبغيها من قلبك دائما خصك تبغيها من قلبك باش يمكن لك يعني تتعلمها ماشي كنعمل الكارو يعني كنعمل واحد الحاجة اللي هي كنبغيها من القلب وكنخلط ديك السبايغ مع بعضهم وكتجي واحد هذه كتكمل هذه بياسة كتكمل بياسة وميمكنش يعني كتعمر اللمبوط ديالك في ساعة كتعملو في القالب وكتضرب يعني ديك الشيء بالتركيز يعني عندك تمشي دنا ضروري باليد كلشي باليد ومن بعد ملي كتكمل ديك البيوت كاملين كيتعمروا كتشبر القالب وكتحركوا باش ديك الصباغه كتوصل كتشبر المطعم كتعمروا كتعمل له وكتزيد تعمروا تزيد عمر الكادر يعني الرخامه الرجله باش كتعوض بها يعني على حسب البياسه مثلا فيها 16 المليم الطبه كتعملها فوق القالب وديك الساعه كتفعل البريسه وديك الساعه كتقلع بياس كتعمل واحد هذه بالعنايه كتعتني بها اكثر من البيض عندك تهرس لك عندك تفرم عندك يوقع على شي حاجه يعني ديك الخدمه هذيك كيتسمى بحال الفن يمكن لك تجيب بياسات كتشبه البياسه فهمتي ضروري يجي التميز بيناتهم الا ما يكونش الماكينه ما يمكنلهاش تصنع بياسه بحال هذيك الزليجه ضروري خصها تعدل باليد باش انت كتحس بها فهمتي Being in Jamal's presence while he's creating tiles from scratch is like entering a pulsating zone of energy and inspiration, always innovating and pushing his own craft forward. Similar to Mazda, Jamal told me he finds his inspiration in nature, elements like the sky, the moon, the sun, and above all, the ocean. بالنسبة للبحر كيجيني ديك الشيء على حسب الكولور اللي فيه سبحان الله يعني ديك الخضور ديك الزرقية اللي فيه وديك الأمواج اللي كيجيو بالترتيب يعني من تما يعني كيجيني انا كيعجبني يعني الديكور اللي في البحر من تما كيجيوني الافكار عاود ديك الغبره اللي كنخدموها ديال الحجر معدل المتراب كيتسمى يعني من الطبيعه يعني ما كيدورش وكل شيء كيرجع للطبيعه بالنسبه لهاد الصنعه يعني قديمه مع دابا جديده يعني دابا تطورت واخا تطورت يعني بقى حافظه على داك الشيء القديم الصنعة التقليدية يعني جذورها يعني من المغرب أو الدليل هو الدليل هو تجبرني مثلا دابا نهار الراحة ديالي كتجبرني ماشي كنتسارى في شي موطع ولا كدا كتعجبني شي حاجة ملي كنكون في الخدمة كنتفكر ديك الحاجة وكنحاول نعدلها وهذا الشيء كنشوفو حتى في المزرعة حيت اليابان والثقافة اليابانية كتعكس التصميم وصناعة السيارات. There are a few things in the world that inspires me more than seeing other craftsmen and creatives passionate about what they do, pushing the limits and creative boundaries. Creativity sparks creativity, passion sparks passion, and no other place in the world is a bigger testimony of that than Morocco. A mindset that is passed down generation to generation, well preserved, yet constantly evolving.
If there is one of Jamal's answers I would carry with me, it would be, this is not work or something I have to do. I just express the love I have for the craft. I do it because it feels right, and I can feel it deep in my bones that I'm meant to.